هاي مثل ما قلنا اعتصام مفتوح، هاي ساحة التحرير، هذا الاعتصام وهاي الخيام مالتنا، هاي المؤونة، هاي الشباب بدت، هاي الشباب نايمة هنا. باقيات الان بعد اكثر من خيمه راح تكون كفو شباب. هنا وهذا القرار المسير للدموع. الان الساعه ب 12 ولا زالوا مكافحه الشغب يقمعون وضربوا ايضا الخيم، خيم الاعتصامات. لا رغم ماكو اي تعرض ولا وصول للجسر، لكن يحاولون بكل الطرق فضل اعتصام، لكن ثابتين والشباب نايمين ما مهتمين لا للقنابل المسيلة للدموع، ولله الحمد. تحياتي.